منين؟ من 200 جنيه. طبعا. الحمد لله. عن شعورك النهارده في العرض الخاص انت مبسوطه؟ فرحانه بيكوا. اولا انتم منورينا كلكم في سينما رينيسانس مدينتي، يعني ده بيتنا وانتم الحقيقه ضيوف على راسنا كلكم. يعني فرحانه بالتجربه، فرحانه بانه الناس كده بشوشه وحبوب حبوبه ومحبه ودافيه، والواحد له اهل، له اهل وقرايب فيكم كلكم. واحد اول مره تتعاملي فيها مع المخرج احسان كممثل. لا طبعا، وقوفه قدام الكاميرا معاه، لا فرق كبير. يعني هو عمل لي وش اجرام وعمل لي امير البحار، بس دي اول مره اقف قدامه، له هيبه وله احترام كبير جدا. ما حسيتيش برهبه وانت راجعه؟ طبعا ده انا كنت هتوفى من الرعب. يعني كواليس بقى كانت عامله ايه؟ كله شباب اللي في الكواليس شربات، يعني بنموت من الضحك طول الوقت. محمد محمود عظيم عملت فيك ايه في الكواليس؟ بيقول لك كانت هريانه ضربت. ضربته؟ ده انا ضربته ضرب. يا لهوي. لا لا ده حبيبي، هو اللي هتطلعوا روحه بقى هو محمد ثروت، بس اما تشوفوه بقى في الفيلم. انا بقى عامل معاكي ايه؟ هو فرح ازاي؟ انت كنت مبهوره. ولادي الحبايبي جمال يا بنتي، ما فيش حاجه احلى من الحب والصفا والود والاحترام. بس طب مش هشوفك في الدراما؟ انا بشتغل دلوقتي بشتغل كامل العدد 2 لرمضان، وبشتغل مسلسل تيتا زوزو لبعد العيد ان شاء الله. كمان سؤال، انت جمعتي الابطال كلهم في حلقه صاحبه السعاده، كلميني عن شغلك. سؤال يا جماعه، كنت شغاله ان انت بتقدمي صاحبه السعاده وان انت عظيمه؟ لان انا يعني زي ما بقالي 10 سنين بقدم نجوم، كان من حقي ان انا اقدم نجومي كمان، يعني بس ده كل المطلوب.